لقاء اليوم هو لقاء مهم جدا ومفصلي في مسيرة التعليم في ليبيا. اليوم اجتمع معنا وزير التربية والتعليم ومدير مركز الامتحانات ومدير مركز المناهج للاستماع إلى نتائج دراسة علمية حول أداء طلبة التربية العامة في الجامعات في المرحلة التمهيدية. هذه الدراسة طبعا مهمة، تعطي نسب النجاح العالية في يعني الطلاب اللي تخرجوا من الثانوية العامة، الطلاب اللي تخرجوا من الثانوية العامة ودخلوا الجامعة، ما هي نتائجهم، ما هي النسب التي تحصلوا عليها في الثانوية العامة وما علاقتها بنتائجهم بالجامعة. طبعا كانت نتائج يعني شوية صادمة، في اللي جايب 90% طلع راسب، واللي جايب 100% طلع ناجح بضعيف، واللي كذا كانت نسب، وتم استعراض نسب نجاح متفاوتة في الجامعات وفي المدارس التي موجودة به. طبعا كانت الدراسة حول مدينة طرابلس تحديدا وجامعة طرابلس، فهنا طلعت يعني في بلديات يعني تلقى ثانوية عامة فيها نجاح بالجملة ونسب عالية جدا، وفي المقابل تجد أنه هو نسبة رسوب عالية في الجامعة. طبعا هذه وجدنا هنا مشكلة. الدعوة اليوم لوزارة التربية والتعليم أن احنا بدنا نكتف جهودنا مع بعض في سبيل أن نديروا بعض المعالجات لهذه المسألة، للتدريس، للتقييم، للامتحانات. وهكذا تبنى الدول وهكذا تتطور الدول، أن احنا والتعليم العام هم أولادنا، يعني سواء كان يقرأ في الثانوية أو كان يقرأ في الجامعة ومدرسة صغارنا، ونسعى أن تكون مخرجاتنا جيدة. كانت دراسة مهمة، كان لقاء مهم ترتب عليه تشكيل لجان لدراسة باقي البلديات وباقي الجامعات، وأشكركم كثيرا على هذا. شكرا. الخطوات القادمة للتغلب على هذه الفجوة كيف؟ شنو الخطوات القادمة؟ إحنا الآن لابد من ربط كليات التربية بالتربية والتعليم، كليات التربية بشكل عام أنها تكون مرتبطة بالمدارس في البلديات، هي كلية تتبع التعليم العالي ولكنها في الحقيقة هي حتشتغل مع مراقبة التعليم في البلدية. هذه خطوات مهمة مصرية بنربط بيناتهم. اثنين، أن احنا بشكلوا فريق الآن علمي بين كلية العلوم قسم الإحصاء وبين المركز الامتحانات، وبنعملوا دراسة لباقي بلديات ليبيا، نأخذ منطقة الشرقية والجنوبية وبنأخذوا عليها مؤشرات باش نعرفوا بعدها نبدو نفكروا. نعم، لما نقرأ النتائج نلقوا هذه ظاهرة عامة في لي، أن اللي جاب 90 و95% هو راسب في الجامعة في مرحلة تمهيدية، ياريت حتى سنة متقدمة ولا كذا، يعني مبادئ مناهج في الجامعة أنت راسب فيها. من هنا لابد من العودة إلى الأصل، نشوفوا مرات نبدو من الأول ابتدائي، مرات نبدو من كذا، فمرات نبدو من معلم أيضا، حتى المعلم اللي خرجت الجامعة ما هوش ذو كفاءة عالية، مشكلة في المعلم وليست في الطالب. إذا هنا المعالجة تبدأ، يعني مسألة راهي تشوفه، وراهي مش ليبيا بس اللي يعني هذا اللي بده نطمنوا بها الناس، هي مش ليبيا فقط اللي تعاني، هو استثناء تعاني منه في الثانويات. ظاهرات عامة اليوم، أصبح المعلم اللي تخرج موش نفس المعلم القديم، وطالب الثانوية موش نفس الطالب. يعني شوف في نسبة احنا ما كناش نسمع بها في ليبيا، طالب جايب 90% و100% في الثانوية العامة، دي كانت طفرة نادرة لما يحصل طالب نسمعوا به ليبيا كلها، وفي الجامعة أيضا، حتى الجامعة زي الثانوية، حتى احنا اليوم تقديرات وتسكير درجة، وهذه كلها أمراض علمية لابد أن نتخلص منها، وإن شاء الله نسعوا أن نجتهدوا أن نحلوها. لكن الانقسام السياسي والإشكال هذا كله راه مؤثر حتى في كل شيء تأثير، ومع هذا احنا نحاول نسبح معاه للإصلاح. أنا أشكركم جدا.